السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. النهاردة ميعادنا مع أول حلقة في سلسلة جديدة على القناة بعنوان حلول الورك بوك للثالث الثانوي، واللي عملتها بناء على استفتاء قمت بيه هنا على القناة، وكل اللي شارك شجعني إن أنا أعمل حلقات ليه. واللي من خلالها ان شاء الله هنشرح ونحل اهم اسئله كتاب التدريبات، وهنركز على الاسئله المشابهه لامتحان اخر العام فقط. وهنبدا النهارده بحل تمرينات على يونت 1. طبعا ما تنساش اني شرحت المنهج كاملا ريدنج وجرامر ونوفل، هتلاقي الروابط كلها تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو او في علامه الاي الموجوده فوق دي. قبل ما نبدا لازم نقول اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد بنزله القناه. وشكرا لجميع اصدقاء القناه وتعليقاتهم المميزه اللي بتخليني متحمس ان اكمل معاكم واجتهد اكتر واكتر. يلا ندخل في الموضوع على طول. وطبعا زي ما احنا عارفين ان يونت 1 يا اولاد اسمه ريد اول اباوت ات، يعني اقرا كل شيء عنها. هنبدا الاول بالفوكابيلاري او الكلمات اللي جابها في التمرين ده، كلمات مهمه جدا من كلمات اليونت لازم اكون عارفها كويس جدا او عارفها كويس جدا. اول كلمه اسمها تشيت، يعني غش او يخدع. كليم على فكره تيجي بمعنى غشاش برضه. كليم يعني يدعي. ديماند يعني يطلب. انسيدنت يعني حادث عارض. piracy يعني قرصنة. ruin يعني يدمر. shocked يعني مصدوم. wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. تعالى نشوف هنحل التمرين ده ازاي. اول جملة معنا بيقول in the last email from my cousin in India he claimed that some of Indian roads are the most dangerous in the world. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الايميل السابق من ابن عمي في الهند هو ادعى ان بعض الطرق الهندية هي الاخطر في العالم. كلمة claim هنا معناها ايه؟ معناها ادعى. طيب نمبر 2 Tariq often won running races at school but we all know he was a space he didn't follow the correct route and did run as far as other students. طبعا هنا هنستخدم كلمة cheat. يعني ايه كلمة cheat؟ يعني غشاش. يعني طارق دايما بيفوز بسباقات الجري في المدرسة بس احنا كلنا عارفين ان هو غشاش، هو مش بيسلك الطريق الصحيح ومش بيجري اسرع من التلاميذ التانية، يعني بيختصر الطريق من اماكن هو عارفها تانية. The family picnic was a space when there was a sandstorm and everyone had to wait inside. يعني رحلة العائلة، كلمة بيكنيك يا ولاد يعني رحلة، رحلة العائلة دي اتدمرت خالص لما عرفوا ان في ساند ستورم يعني عاصفة رملية، ساند ستورم يعني عاصفة رملية، وكلهم اضطروا ان هم يفضلوا جوه البيت. الجملة رقم 4 معانا بتقول people space while the firefighters helped the family from the fire. Thankfully everyone was safe. طبعا الإجابة هنا هتبقى wait with bated breath، يعني ينتظر بفارغ الصبر. الناس انتظروا بفارغ الصبر لما رجال الاطفاء، كلمة فاير فايترز اللي هم رجال الاطفاء دولت، ساعدوا العائلة يطلعوا من الحريقة. Thankfully everyone was saved يعني لحسن الحظ تم انقاذ الجميع. الجملة رقم 5 The police have closed the train station because there has been an space. يعني الشرطة اغلقت محطة القطار لانه كان يوجد ايه؟ طبعا الاجابة هتبقى incident. incident يعني حادث عارض. الجملة رقم 6 Workers at the factory space better pay and shorter working hours. يعني العمال اللي في المصنع ايه؟ مرتبات اعلى وساعات عمل اقل. طبعا demand كلمة demanded يعني يتطلب. معلش على صوت الطيارات اللي في الجو ده لان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيزور عندنا محافظة كفر الشيخ النهارده. الجملة رقم 7 بيقول downloading music from some websites on the internet without paying is an example of space and people shouldn't do it. طبعا الجملة دي اجابتها هتبقى piracy. يعني ايه كلمة piracy يا مستر؟ يعني قرصنة. بيقول انك تحمل موسيقى من مواقع على الانترنت بدون ان تدفع، ده مثال للقرصنة والناس المفروض ما تعملش الكلام ده. اخر جملة عندنا بيقول I was supposed to read that 52% of people in the world are under 30 years old. طبعا الاجابة شكد. كنت مصدوما لما قرأت ان 52% من الناس في العالم تحت ال 30 سنة. يبقى نراجع اخر مرة على الكلمات المهمة. اول كلمة عندي cheat يعني غش، كلمة claim يدعي، demand يطلب، incident يعني حادث عارض، piracy يعني قرصنة، ruin يعني يدمر، shocked يعني مصدوم، wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. ورقة وقلم بقى ودون ورايا اول باول. يلا نخش على السؤال التاني. التمرين التاني اللي معانا النهاردة بيقول complete the sentences with the correct form of the verbs in practice. يعني اكمل الجمل بالشكل الصحيح للفعل من الاقواس.
بيقول I space not visit شرم الشيخ for years. طبعا احنا عارفين يا اولاد ان يونت 1 بيعتمد على الماضي البسيط والماضي المستمر والمضارع التام، وكنت عملت لهم حلقة مخصوص برضو هتلاقيها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب يا ترى هنا هو استخدم زمن ايه فيهم؟ استخدم زمن مضارع تام اللي هو كلمة have not visited، بدل كلمة not visit استخدم have not visited. طب ليه يا مستر استخدم مضارع تام منفي؟ علشان في هنا كلمة for، for ومدة زمنية غير محددة اللي هي كلمة for years باخد قبلها مضارع تام. أنا ما كنت زرت شرم الشيخ بقالي سنين. So ولذلك a month ago يعني منذ شهر I spaced there with my family. طبعا كلمة ago من الكلمات الدالة على الماضي البسيط أو بتدل على إن الجملة دي في الماضي، تحديدا الماضي البسيط، يبقى طبعا كلمة go دي هتتحول لكلمة إيه؟ كلمة went. I went there with my family. One morning while we، طبعا عندي كلمة while، while من الروابط الزمنية اللي بيجي بعدها ماضي مستمر وماضي بسيط. وانا ماشي على الشاطئ كنت مندهش ان انا قابلت واحد من صحابي. وانا ماشي قابلت، يبقى ماشي 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 قابلت، يبقى حدث طويل وحدث قصير على طول. هنا ماضي مستمر على طول، هنا لازم ناخد زمن ايه؟ ماضي مستمر. هقول كده while we were walking يعني واحنا ماشيين on the beach على الشاطئ I was surprised to meet one of my best friends. طب ليه خدنا was يا مستر؟ علشان هو مديني be، be يعني verb to be بس في الماضي was or were. طب I وhe وshe وit بتاخد was، يبقى I was surprised to meet one of my best friends. Who I space not see since. انا عندي هنا كلمة ايه؟ since. يبقى لازم ده مضارع تام منفي، مضارع تام ايه؟ منفي. Who I have never seen since we space students since we were students. ليه؟ لان since تستخدم كرابط زمني يجي قبلها مضارع تام ويجي بعدها ماضي بسيط، يبقى since دي تستخدم كرابط زمني يجي قبلها ايه؟ مضارع تام ويجي بعدها ماضي بسيط. بعد كده we space a very nice time there يعني we spent، نحن قضينا وقتا لطيفا هناك. قضينا لان الحاجة دي كان حصلت في الماضي اصلا، لانه بيقول لي a month ago يعني منذ شهر، يبقى طبعا قضينا، كلمة قضينا الماضي من spend هيتحول لكلمة spent. التمرين الثالث اللي معانا على الجرامر بيقول complete the sentences with since, for, ago, while or when. كل دي تعتبر كلمات زمنية ومفتاحية للأزمنة الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليها، ماضي بسيط، ماضي مستمر، مضارع تام. الجملة الأولى بيقول لي what sport did you used to do when you were a child، يعني ايه الرياضة اللي انت كنت متعود تعملها لما كنت ولد صغير. طب الجملة الثانية شريف has lived in London space his childhood، طبعا منذ طفولته، شريف عايش في لندن منذ طفولته. انا عندي هنا has lived مضارع تام، يبقى انا لازم اخد هنا كلمة since، since بيجي بعدها بداية الحدث. his childhood يعني منذ طفولته، since his childhood. احمد الجندي has practiced swimming space he was 6 years old، برضو خد بالك هنا has practiced يعني تدرب على السباحة منذ ان كان عمره 6 سنوات، طبعا برضو since، since بيجي قبلها مضارع تام وبيجي بعدها ماضي بسيط، لسه شرحناها من شوية. رقم 4 I haven't been to a swan space years، دي شبه القطعة اللي كانت جاية فوق دلوقتي، قلت لك لما تيجي مدة زمنية غير محددة باخد كلمة for، باخد كلمة for، for years، for centuries، for months كده. الجملة رقم 5 بيقول لي 2 weeks space my grandmother was seriously ill but she is better now، يعني ايه الكلام ده؟ يعني منذ اسبوعين جدتي كانت مريضة جدا ولكنها الان تحسنت. طبعا منذ اسبوعين يعني ago، 2 weeks ago، 2 weeks ago. اخر واحدة space I was waiting for the bus my mother phoned me، وانا واقف مستني الاتوبيس مامتي اتصلت بيا، مستني 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 مامتي اتصلت. قلت لك حدث طويل وحدث قصير، يبقى احنا هناخد هنا كلمة while، while I was waiting for the bus my mother phoned me. ودلوقتي معادنا مع الستوري Great Expectations، أمال عظيمة، Chapter 1 بيقول complete the sentences with the correct form of the words in the box، يعني أكمل الجمل بالكلمات الصحيحة من هذا الصندوق. أول كلمة عندنا أولاد اسمها blacksmith يعني حداد، convict يعني مدان أو سجين، file يعني مبرد الحداد، handcuffs يعني أغلال اليدين، iron legs يعني أغلال القدمين، march يعني مستنقع، set off يعني يجهز لبدء رحلة، وكلمة graveyard معناها مقبرة. أول جملة معنا بيقول we can't build houses here because there is a space the ground is too wet،
احنا مش هنعرف نبني بيوت هنا لان في ايه، والارض مبلولة جدا يعني معطبة كده، يبقى طبعا في هنا مارش يعني في هنا مستنقع، الارض مش كويسة للمباني، طينية جدا زي ما انت شايف في الصورة ده كده مارش. Number two بيقول the metal was sharp and rough so we used the space to make it smooth. يعني المعدن كان شارب يعني حاد جدا، ورف يعني خشن جدا، استخدمنا ايه علشان نخليه ناعم؟ طبعا استخدمنا فايل، فايل يعني مفرد الحداد. Number three بيقول لي the police arrested the man and put on space to stop him from moving his hands. يعني الشرطة قبضت على الراجل وحطت في ايده ايه علشان يوقفوه انه يحرك ايديه، طبعا هاندز يعني ايديه، يبقى طبعا حطوا له هاند كافس اللي هي اغلى اليدين. Number four, they bought their walking boots on and space early in the morning. يعني هما بدأوا يلبسوا البوتس بتاعتهم اللي هي الجزم بتاعة المشي دي، وطبعا set off وبدأوا رحلتهم مبكرا في الصباح. جملة رقم خمسة, in the past all villages had a space who could make things from metal. يعني في الماضي كل القرى كان فيها ايه، بيعملوا حاجات من المعدن، كان فيها blacksmith يعني حداد. Very dangerous space were put in space in the past to stop them from running away. Very dangerous convict يعني مدان خطير جدا. Were put in iron legs حطوا في رجليه اغلال القدمين دي علشان يوقفوا من الهروب. اخر جملة عندنا بيقول a space is an area of land where people are buried. يعني مكان من الارض الناس بتدفن فيه، طبعا ده اسمه graveyard يعني مقبرة. ومعادنا دلوقتي مع بعض الأسئلة كده اللي خاصة بطلبة الأزهر، ممكن إن هم تجيلهم في الامتحان لأن هي موجودة في كتاب المدرسة. أول سؤال معانا بيقول How did Bib get his name؟ إزاي بيب جاله الاختصار بتاع بيب ده؟ لأن he found it difficult to say Philip Bib، كان بصعب بالنسبة له إنه يقول Philip Bib وهو عيل صغير، فكانوا بينادوا له كلمة بيب وخلاص. طبعًا أنتوا شايفينه ده اسمه الفايل يا أولاد، الفايل اللي هو المبرد بتاع الحداد. Why did Bib live with his sister Mrs. Jo؟ ليه بيب عاش مع أخته السيدة جو؟ طبعا الإجابة هتبقى because his parents and other brothers and sister died، لأن والده ووالدته اللي هم البيرنتس الوالدين وكمان إخواته الصبيان وإخواته البنات ماتوا، ما عادش فاضل غير مسز جو بس. What did Joe think of the man in the graveyard؟ يا ترى جو اعتقد ايه في الراجل اللي كان في الجريفيارد؟ طبعا he scared him، هو قال ان هو اخافه، but he also felt sorry for him، ولكنه شعر بالاسى من اجله. السؤال رقم اربعة بيقول why was there a lot of food in the kitchen the next day؟ يعني لماذا كان هناك الكثير من الطعام في المطبخ في اليوم التالي؟ الاجابة طبعا it was Christmas day and guests were invited to dinner، يعني كان يوم الكريسماس والضيوف دعوا على العشاء. اخر حاجة why do the soldier visit their house؟ لماذا زار الجنود بيتهم؟ الاجابة to find a blacksmith to mend some handcuffs، علشان يلاقوا حداد ليصلح لهم بعض الاغلال. وبكده يبقى خلصنا يونت 1، اشوفكم في يونت 2. كان معكم مستر محمد عاطف من قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم.